الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر وكيف نتجنبهما وخاصة الشرك الأصغر؟ الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر واضح. الشرك الأكبر يخرج من الملة ويجعل صاحبه كافرا، وأما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة لكنه يجعل صاحبه مذنبا وفاعلا لكبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه التوبة منها.